السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية مشاهدينا من صحيفة المدى، ونقرأ منها مقالا بعنوان أرجوك لا تزعج النائب، للكاتب علي حسين. قرأت قبل أيام في مواقع الإخبار أن مجلس النواب العراقي مشكوراً منح حصانة للنائب ضد المواطنين المشاغبين الذين لا يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب، فقد أجرى البرلمان تعديلاً على المادة 226 بتجريم إهانة السلطات العامة. طبعاً لم ينسى البرلمان أن يخبرنا بكل أريحية أن للمواطن الحق في التعبير عن رأيه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء وحق إبداء المظلومية. هكذا إذن أيها السادة، البرلمان يضع مواد تجرم المواطن إذا اقترب من السيد عاليا صيف، أو قال لحمد الموسوي أين مليارات مصرف الهدى، أو سأل مثنى السامرائي عن عقود وزارة التربية، أو تورط وقال من أين لكم هذا؟ فالمواطن حسود ويعتقد أن النواب يمثلونه، ولهذا من حقه أن يبيع ميانه معهم وينتقدهم. هذا جزء بالتأكيد من تطور مفهوم الديمقراطية في بلاد الرافدين، ويعطي للعالم أننا دولة ديمقراطية مع أن جميع مؤسساتها في أيدي الأحزاب. لا شك أن خبراً مثل هذا قد يثير مطامع بعض المواطنين الذين سيرفعون حتماً شعار لو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هناك فرق بالتأكيد بين قرارات تهدف إلى منع الناس من حق لهم، وقرارات تعتبر النائب موظفاً عاماً من حق أي مواطن مساءلته. طبعاً النائب يخرج على الفضائيات وهو يرعد ويزبد قائلاً أنا ممثل الشعب. والغريب والمثير أن أهم نائب في البرلمان لم يحصل على 10,000 صوت من مجموع 28 مليون عراقي يحق لهم التصويت، فما بالك بنائب أو نائبة لم يحصل على 500 صوت؟ ومن موقع صوت العراق نقرأ مقالا للكاتب عصام الياسري يقول فيه: القرن العشرين شهد في العديد من الدول أنظمة ديكتاتورية وشمولية، الزعماء في هذه الأنظمة يمتلكون سلطة مطلقة ويتجاوزون على الدستور والقانون ويسيطرون على جميع مؤسسات الدولة لخدمة أهدافهم السياسية والشخصية. وهناك الكثير من البلدان ومن بينها العراق ما زالت في هذا العصر تمارس أشكالا مختلفة من الانتهاكات الجسيمة، ويتم استخدام العنف لقمع المعارضة وحرية الرأي والتجاوز على حقوق المواطن المدنية والسياسية والفكرية. وتشمل هذه الانتهاكات استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة أو التجاوز على الحقوق الفردية باسم مكافحة الإرهاب أو حفظ الأمن. العراق بعد احتلاله عام 2003 لم يأتي بسلطة نتيجة انقلاب، إنما سلطة بإرادة ما يسمى بديمقراطيات الدول المتقدمة، يفترض أن تكون لديها نظرة تاريخية شمولية أوسع لفهم أهمية احترام مبدأ الدولة ومؤسساتها الإدارية والقانونية. لكن على ما يبدو أن تحالف دول الديمقراطيات لم ترشد القوى السياسية التي جاءت بها للسلطة على كيفية إدارة الدولة، مما أفقد الحكم الديمقراطي الذي يدعون مصداقيته. والسياسيون العراقيون لعدم قدرتهم على تعزيز سيادة الدولة المستقرة وإصلاح مؤسساتها وترسيخ حكم القانون كضمانات ضد التجاوزات ولحماية حقوق المواطنين، إذ كانت الدولة تفتقر إلى هياكل دولة فعالة وتسمح لأن تكون السلطة متمركزة في أيدي الأفراد والجماعات دون مساءلة قانونية فعالة. سيؤدي ذلك إلى الفوضى وانعدام الأمن والعدالة الاجتماعية، وسيتعذر على الدولة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المقدرة على تحقيق مصالح المجتمع بشكل عادل ومتوازن.
ونقرأ مقالا بعنوان كارثة الهارثة المروعة، أسمعت لو ناديت حيا، للكاتب رياض سعد، يقول فيه: فاجعة أطفال الهارثة حصلت مثيلاتها في السابق ولا زالت تحدث وتتكرر في باقي مناطق الوسط والجنوب المهمل. فبعد 24 ساعة من فاجعة البصرة تعرض طالبان إلى حادث دهس في أثناء الخروج من ثانوية الأزهر في منطقة البوحداري في الكوفة. وهكذا تستمر قوافل قرابين الأغلبية إلى ما لا نهاية، فالإهمال متعمد والتقصير مقصود في مناطق الأغلبية العراقية منذ نشوء الدولة العراقية المعاصرة وإلى هذه اللحظة، حيث انتشرت المدارس الطينية في عهود الحكومات الهجينة والطائفية، وبنيت ولا زالت المدارس قرب الطرق السريعة والشوارع، وافتقدت ولا تزال البناية التربوية والتعليمية لأبسط الإجراءات، إجراءات السلامة والمواصفات العالمية المعروفة، فضلا عن الخراب الكبير في البنى التحتية. كالعادة الكل تنصل من المسؤولية العامة، فمحافظة البصرة تلقي بالكرة في ملعب الحكومة المركزية، والحكومة تشير إلى دور وزارة التربية، والأخيرة تتهم المجالس البلدية ودائرة المرور العامة إلى آخره، ولا غرو في ذلك، إذ إننا نعيش في دولة تعمل وفقا للمحاصصة الطائفية والفئوية والحزبية وتبع لأهواء ومصالح الشخصيات والكتل والتيارات والعصابات والمافيات. لذا نحن بعيدون كل البعد عن العمل بروح الفريق الوطني الواحد وبسياسة التنسيق بين دوائر الدولة المختلفة لإنجاح هذا المشروع أو إنجاز تلك المهمة. طالما اشتكى الجنوبيون من سوء الخدمات وتردي البنية التحتية وخرابها، وقد طلب أهالي الضحايا من سكان الهارثة الحكومات المحلية مراراً وتكراراً بإنشاء جسر مشاة لعبور الأطفال، ولكن من دون جدوى ومن بؤس الأوضاع العامة في الجنوب أطلق الجنوبيون على تلك الشوارع طرق الموت لشدة تموجها وانتهاء صلاحياتها وخرابها، فضلاً عن انعدام المجسرات وجسور المشاة ومناطق العبور الآمنة واختفاء الإشارات المرورية ورجال المرور وتقاعس الشرطة وحماية المدارس عن أداء دورهم الإنساني والوطني في مساعدة الأطفال لعبور الشوارع الخطيرة. ومن صحيفة الشرق الأوسط نقرأ مقالا بعنوان إيران وإسرائيل، هل انتهت لعبة الإنكار؟ يقول فيه الكاتب أمير طاهري: يجد المرشد الأعلى نفسه في موقف دقيق اليوم، لقد خرقت إسرائيل الاتفاق الضمني الذي سمح لكلا الجانبين بقدر معقول من القدرة على الإنكار بخصوص الهجمات من بعضهما ضد البعض، وإذا لم يفعل شيئا فإنه ربما يشعل غضب مؤيديه الأساسيين، أما إذا أمر بشن هجمات على أهداف إسرائيلية أو يهودية فلن يتمكن من إنكار تورطه، وهذا مثل ما لمح محلل التلفزيون الإيراني، يمكن أن يعطي إسرائيل ذريعة لشن هجمات ضد أهداف كبيرة داخل طهران نفسها. لو أن سليماني كان حياً اليوم لبذل قصارى جهده لتجنب التورط في صدام مباشر مع إسرائيل أو القوات الأمريكية في المنطقة، بل ربما كان لينشئ قناة اتصال مع الإسرائيليين عبر مراسلته مع الجنرال ديفيد بيتريوس الذي كان آنذاك القائد الأعلى لقوات الولايات المتحدة في المنطقة. وتماشياً مع هذا الاتفاق الضمني، نجد أن إسرائيل من جانبها لم تعترف رسمياً قط بتنفيذ أكثر من 40 هجوماً على امتداد 6 سنوات. تركزت استراتيجية سليماني حول محاربة إسرائيل والولايات المتحدة عبر وكلاء، مع التلويح بإمكانية كبح جماح هؤلاء الوكلاء كبطاقة في لعبة البوكر القاتلة مع الشيطان الأكبر والكيان الصهيوني. والتساؤل الذي يفرض نفسه هنا: هل بلغ توازن الرعب الهش هذا نهايته؟ تنبئ الإشارات الواردة من طهران بأن ذلك حدث بالفعل، ومن بين أسباب ذلك غياب شخصية تتمتع بالكاريزما والموارد الضخمة التي كان يتمتع بها سليماني، بما يتيح المضي في التسويق لفكرة اقتل العدو بألف طعنة واستخدام المرتزقة دروعا بشرية. ويتمثل سبب آخر في أن إسرائيل اعترفت هذه المرة بتفاخر بتنفيذ هجوم عقابي ضد إيران.
نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا قالت فيه إن الطاهية المعروفة خوسي أندريس يحاول استخدام تأثيره على الحزبين في الولايات المتحدة لتغيير السياسة الأمريكية حول الحرب في غزة. فقبل أسبوع كان يتنقل بين محطات التلفزة للترويج لكتاب طهي جديد، ويشرف في الوقت نفسه على التحضيرات الأخيرة لنقل المواد الغذائية بحرا إلى غزة من خلال منظمته المطبخ المركزي العالمي. لكنه الآن وبعد مقتل 7 من فريقه بغارة إسرائيلية على غزة يحاول استخدام تأثيره السياسي لإحداث تغيير في السياسة، وشن في الوقت نفسه حملة عامة شجب فيها تصرفات إسرائيل في حربها ضد حماس. ناقش في مقالين نشرهما بصحيفة نيويورك تايمز ويدعو تحرنوت الإسرائيلية أن إسرائيل لا تستطيع الانتصار في الحرب من خلال تجويع كامل السكان في غزة. وليست هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الطاهي المعروف المولود في إسبانيا في السياسة، فقد تبارز مع الرئيس السابق دونالد ترامب لموقفه من الهجرة وخطابه الانقسامي بشأنها، وهاجم أيضا تردد قادة الكونغرس في توفير الدعم العسكري لأوكرانيا، واليوم يحاول أن يحدث تغيرا في السياسة من الشرق الأوسط، ويدعو واشنطن لإعادة التفكير في صفقات الأسلحة إلى إسرائيل. وتقول الصحيفة إن تأثير أندريس يمتد على الحزبين الرئيسين في الكونغرس، حيث أدار ولعقود مملكة من المطاعم في العاصمة، مما فتح له الأبواب للتعامل والتواصل مع النخب هناك. ويعد أندريس البالغ من العمر 54 عاما شخصية غير محتملة في عالم الدبلوماسية المساعدات الغذائية، فهو طباخ لا يزال يهتم بتفاصيل الوصفات الغذائية التي يقدمها المتطوعون في منظمته لآلاف من الجماهير المتجمعة. والآن مشاهدينا إلى استراحة قصيرة مع صور الكاريكاتير. قصيدة الشعراء الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين. عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم، وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين. بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. لا شيء يحدث مصادفة في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، لا يمكن إلا الجزم بأنها تعمدت
قتل موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي الثلاثاء الماضي، وبالتالي تكريس واقع أن عمل منظمات الإغاثة الدولية بات خطرا جدا، في حين يعلم الجميع أن أبرز مهام هذه المنظمات باتت في رفح المهددة باجتياح. وأوضح أن إسرائيل تعمل عكس ما تقول في شأن التزامها بتزويد قطاع غزة بالمساعدات وتحسينها في إطار الجهود المستمرة لإطلاق سراح محتجزيها في القطاع، وهو ما أعلنه رئيسها إسحاق هيرتزوغ. وهذا ما دفع مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسي أندريس إلى التصريح بأن لا فائدة من التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. من الرسائل الضمنية التي توجهها نشاطات الجمعيات الدولية الباقية في غزة أنه يمكن الحفاظ على الحد الأدنى من مظاهر الحياة فيها، تمهيداً لإطلاق مرحلة ما بعد الحرب، استناداً إلى قاعدة أن إعادة الإعمار أمر وارد، لكن إسرائيل تدمر المهمات الميدانية لهذه المنظمات من أجل إبعادها بالكامل عن أقل مشاهد الحياة الحالية في القطاع والتي لا تريدها. والآن مشاهدينا إلى فقرة فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. الأجواء بالتحديد في رمضان في السنة دي بالتحديد مختلف عن الأعوام الماضية بسبب الأوضاع الحاصلة في السودان، إنه ممكن تكون نسبة كبيرة جدا جدا ما شاء الله تبارك الله من السودانيين ما شاء الله تبارك الله جات إلى السعودية، والآن هم محتاجين للأجواء السودانية عشان يلقوا نفسهم بنفس وضعهم والذكريات بتاعت السودان. يعني ممكن تكون هي عبارة عن ساعة إلى ربع أو ساعة الناس بتتواجد بتتجمع مع بعض بتتونس، ممكن الساعة دي تطوي لهم شهور، يعني تنسيهم الآلام تنسيهم الأحزان. أنا أسي طبعاً ما بقدر أرجع السودان لأنه وظفي مع مواتي ولا لسه الحرب شغالة ولسه يعني انتهاكات حاصلة وما في استقرار في الخدمات، حتى يعني الكهرباء الموية مشكلة، يعني فمن الصعوبة يعني حتى المستشفيات مشكلة، يعني كل المستشفيات اللي كانت شغالة بطاقة أسي بقت ممكن 30% منها ما شغالة يعني، وفي الولايات بس، وعشان كده الرجعة يعني بتكون صعبة في الفترة الحالية. مشاهدينا، وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.